ابتداء من هذا الشهر. علاش؟ لانه صراحه صراحه حنا الرجال كيف قالت لك السي عبد الحق، حنا ما عندناش مشكل، ولكن اللي كيبقى فيا هو المراه المغربيه، ولله يحرم كل مسلم من المراه المغربيه، لان هي اللي كتجي تتعذب. هي المراه المغربيه، هي اللي كتتعذب، وهي اللي كتتعذب، وهي اللي كتسخسخ. هل يعقل انه المراه الصايمه وسخفانه وتجي يعني ابط السفر من الحاء المدن باش توقف معنا هاد الوقفه؟ فمراعاه المراه المغربيه عفاكم، الى من نجمعوا الفوتوكوبيت لي كارد ديالنا ونديروا واحد العريضه ونديروا الشكايه للسيده الوزيره ديال قطاع التضامن ووزير العدل الحريات، الله يجزيكم بخير. الاخ ديالي انت يا شتك فكرتي على المراه بزاف، ما جبتيناش حنا، راه حنا تنطمر. لا لا بالعكس، حنا تنطرمدنو. بالعكس بالعكس. لا لا، وقول علينا شي كلمه حنايا. انتم رجال بصراحه، انتم لا يخطيكم، لا يغلب عندنا رمضان، لا يغلب عليكم رمضان. ولكن كيبقى انه المراه، كيبقى انه المراه كتاكل العصا اكثر من الراجل. يعني وشكرا وصراحه المهم نحطوا فوتوكوبي لي كارد ديالنا ونتضامنوا نديروا شكايه قبل يعني شهر ربعه. وما يكون على خير خويا الله يحفظك. ابونوا في القناه شاكر بودرقه، شاكر بودرقه، شارك بودرقه خويا. ديرها ديرها ديرها. انا جا معاك الروتيني. اجي يا خويا، جا معاك الروتيني. الروتيني اليوم غاروا مني، قال لك شرف الروتيني. انا باقي تندير معاك، انا ندير معاك هكا ديال شدي شد له خويا. قلبوا قلبوا خويا عبد الجليل البيضاوي، احسن يوتيوبر وتنحترمه، وواقف في هذه القضيه بكل ثقل معانا، وما عمره ما دازنا وديما معانا. بغيت نقول لك واحد الكلمه خويا عبد الجليل. مرحبا. كيفاش بان لك التاخر ديال هذه الجلسه هذه خويا؟ خويا التاخر دابا ملي تيكون القضيه دابا المحامين هما اللي طلبوا التاجيل، ماشي يعني ماشي من المحكمه. اللي سمعنا بان محامي عرفت اسمعي دابا اسمعي دابا المحامي ديال عيني انت تتفاهم مع المحاميه ديالها وطلبوا التاجيل حتى النهار 19، والمحكمه ما عليها الا تستجب. يعني المحكمه راه القرار ديال القاضي ما عندوش شي دخل، يعني هما اللي طلبوا التاجيل. وشنو تيبان لك في هذه القضيه؟ ما كاين الحل، كاين الانتصار ديال امنيه وعزيز خويا. اش نقول لك؟ ولا بد غادي ينتصروا. علاش؟ حيت الله سبحانه وتعالى ما تيبغيش الظلم، وكيف قالت لك الاخت ان الله يمهل ولا يهمل، ويجي واحد النار لاي واحد اللي طاغي ربي غادي يتخلص منه. والحمد لله دابا حنايا راه كاينين واحد العدد ديال اليوتيوبر هنا اللي غادي ندير واحد عهد الله، باش نقولها لكم في القناه ديال الوانكم اول وحدين يعرفوه، غادي نديروا عهد الله بيناتنا باننا غادي نخدموا بمصداقيه، ولكن غادي نقلبوا على الحق. شي حاجه من غير الحق ترافيك ولا شي حاجه الله يبعدها علينا، واللي حصل في هاد الناس اللي معادنا راه غادي نديروا ليه شوه في المغرب كامل. هادشي اللي كاين هي كلنا كلنا، هي كلنا كلنا. انت راه خوارك كلشي. نسولك عبد الجليل، قالوا لنا شي واحد رفع بك شي دعوه في مدينه الدار البيضاء، تقدر تجاوبنا على هذا السؤال اخويا عبد الجليل؟ خويا انا غادي نقول لك، هذاك السيد اللي رفع بيا دعوه هو اول حاجه راه كان بغى يرفع بيا دعوه في الولايه رفضات ليه، وعاود بغى يرفع بيا دعوه في الدار الحمراء رفضات ليه، وعاود ما لقى ما يدير مشى رفع بيا واحد الدعوه. عرفتي فين؟ ورا الكوميساريه في البرنوسي، يعني ديك الحومه ما محسوباش عندنا. اما هو اللي تيهضر تيقول لك غادي يدعيني بالتشهير. واش كاين شي واحد شهر اكثر من اللي شهر بمالكنا اكثر منه هو؟ اللي بارك في بار تيعطي ليه كارت وتيقول لنا هو باسم صاحب جلاله الملك، واش بار غادي نجبدوه فيه حنا؟ والوسامات هو تيعطيوه في بار. واش حنا باركين في بار وتنعطيو حنايا ونهضروا على كلام سيدنا نهضروا به في البيران؟ على سيدنا حنايا ديال السكيريه بحالو، هو كلب بحالو. واش فهمتي؟ واحد القضيه حنا ما تنخافوش، حنا كل اي واحد هذه باش يفهمها. انا غادي يمشي ديكلاري بيا علاش؟ باش يسكت لي فمي ما ندافعش على الحق. نهار غادي يقول لي انا تنقولها من هذا المبربر، نهار يقول لي المخزن، شوف نهار يقول لي المخزن حبس ما تبقاش تهضر على الحق، نهار نخيط فمي. راك انت عارف الرجوله، وحنا واقفين معاك
وكل شيء معك اخي عبد الجليل وكلنا عبد الجليل وما يقد عندنا حتى واحد، لكننا غاديين في طريق الحق ان شاء الله. الله يحفظك. راه ان شاء الله نهار غادي يستدعوني للكوميساريه غادي يدخلوا شي 300 ولا 400 هما اللي غادي يستدعوا. وانا ما انا بعيد وانا اول واحد غنكون معك اخويا عبد الجليل. خويا بلا فلتر واش كلمه. مرحبا. الله يحفظك. كيجاك كيجاك قناه بلا فلتر معكم قناه بلا فلتر خونا حتى هو والرجوله. كيجاك التاجيل ديال الجلسه اليوم اخويا 19 في شهر 2؟ السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. اننا درنا حوار مع المحاميه قالت لك دلينا بالاوراق باش تاجل الجلسه. حنا بغينا نعرفوا علاش تاجلات الجلسه. المحامي دابا هضرنا معاه قال لك المحاميه ديال الدفاع هي اللي دلات باوراق، خاصني نطالع عليهم عاد نشوفوا شنو كاين. ولكن حنا التاجيل اللي تنشوفوا بان ليا ما عندوش المنطق بزاف على التاجيل. حنا دابا تقريبا داخلين في 4 شهور ولا 5 شهور وحنا التاجيل، واش غنصوموا معاهم رمضان هنا؟ راه ما يمكنش. احنا يعني الناس بعادين ويبقاو ديما يجيو حاضرين لا يعقل. رمضان اللي جاي من مكناس، اللي جاي من طنجة، اللي جاي من قادير، راه ما يمكنش غنصوموا رمضان هنا وغايجيو هما مساكن تابعيننا حتى لهنا. واش بغاو؟ واش هاد التاخير لصالحهم ولا لصالح امنيه وعزيز؟ هذا ما بغيش يتفهم ليا. الاخر غنعرفوا لمن الصالح ديال من. وشكرا اخويا. الا كان الصالح الامنيه وعزيز حنا معاهم. شكرا خويا. مرحبا. مشيتوا لعين اللوح واستضفكم ولد احوزار، قلنا كيفاش كانت الاجواء خويا؟ هذاك الوليد ديال ولد احوزار اش غنقول لك؟ الله عمرها دار. واحد الانسان مؤدب ومتخلق، وبشينا لعدو بغينا شحنا نساندوه باش يظهر الراي العام، باش الناس تا هما يديروا تا هو قضيه وحاله من هاد الناس اللي واقع. راه كاينين حالات بزاف، ولكن بعض الناس تخيل معايا خي جوير، راه بعض الناس قال لك سيروا دخلوا سوق راسكم اش كدوروا تجيبوا لنا في هذه الاخبار. حنا كندافعوا على الحق وغنبقاو ندافعوا على الحق وعلى خوتنا المغاربه والمظلومين الى اخر يوم في عمرنا، ديما مع الحق. جميع راه كاينين شاد الشيء هذا غنبينوا ناس اللي ما غاديينش ما قادرينش يبانوا. وبالنسبه لواحد خونا اللي هو مول الجيلي واحتراماتي لهاد الناس قال لك سيروا دخلوا سوق راسكم. خويا مول الجيلي انا كنقول لك الا كنتي انت داير بحال هاد الحاله ظهرت انت ودير لوليداتك الا عندك شي وليدات وبان لي ما تستحقهمش. شكرا خوتي المغاربه داخل الوطن وخارج الوطن. جويره شكرا. معامل قول احنا ما يمكنش تحرك. خليه يخوت مسكين حيد. بلاتي بلاتي عطينا كلمه خوتي الله يرحمه. عطينا كلمه في الجرده. بغينا نسولك على التاجيل ديال الجلسه اليوم استاذ. حبيبي جويرة الصديق العزيز الله يحفظك استاذ، احلى استاذ في العالم. تم تاجيل القضيه الاستاذه المحترمه دلت بشي وثائق جداد وحنا طلبنا التاخير ليس الا. وكيف تتبان لك القضيه استاذ؟ زعما مصالح من فين كاين الديفو؟ كاين ديفو لا حتى شي حاجه. هما تحطوا المذكره ديالهم حنا غنجاوبوا كذلك. لحد الان كل شيء غادي في امان الله وحفظه، ما كاين لا مشاكل ولا حتى شي حاجه. وفي اخر المطاف غنشوفوا القضاء شنو غادير اخويا جويره. واش شي كلمه ل واش تاجيل الجلسات الماراثونيه واش غتخدم القضيه ولا العكس؟ اي غادي في القضيه طبيعه الحال، وفي اخر المطاف تبقى القضاء هو الفيصل. كل شيء غادي في اطار واحد سلسلة معينة. جاوبني جاوبك الأستاذ، حطت مذكرة يعني باش يفهم الرأي العام. حتى حاطة مذكرة فيها مجموعة ديال الوثائق. حنا بغينا نجاوبوا على هاد الوثائق. كنتو قلتوا مؤخرا بأن هاد الجلسة تكون هي المفصل، علاش وقع العكس؟ أنا آخر المطاف أنا أكدت على أسيد خلمي في المداولة، ولكن المحامية طلبت التأجيل ودلت بوثائق زين كذلك بحقي بأنني نطلب مهلة. صافي الاخوان شكرا يا استاذ، تنشكركم شكرا لكم. وحنا مع اليوتيوبرز وحنا مع الراي العام وتبارك الله عليكم على التفاعل ديالكم. هادي 26 عام كانت الفاتحه ولا لا استاذ؟ اسمح لينا على هذا السؤال. هذا الفاتحه دائما كاينه غير الفاتحه دائما كاينه غير هي خاصها الشروط، خاصها الشروط ديالها. يعطينا الفاتحه بالصداق ديالها بالمسائل ديالها ما كاين حتى شي مشكل. اما زواج الفاتحه كاين كنت في التصريح الاخير بان زواج الفاتحه الا ما كانش موفره في هذه الشروط. يعني ما كانش هناك عدلين، ما كانش هناك مأدوبه، ما كانش هناك تسميه الصداق، نعطيونا حنا غير المساله والله يسهل. المهم شكرا استاذ وتنشكرك بزاف.
هذوك قال لك هذوك سولي راي عام سولي راي عام ماشي ضروري الصحفي اللي سولك كل شي سؤال صافي اخويا زوينه صافي استاذ حرام صافي استاذ الله يرحمه لي كاع عمرك غير الحرام كاين جدودنا عاشوا في الحلال ما عاشوش في الحرام نصورك لينا هو اجل عليك الوشكان المرة الجاية لا جي يا بلاتي ها بلاتي اسمح لنا ولدي الله يرضي عليك لا جي ها اجي قول لها هو سيدتك تضرب فيها بلاتي بلاتي الله يرحم لكم الوالدين شوف شوف